تساءل العديد من مستخدمي الكمبيوتر عن فائدة زر ويندوز على لوحة المفاتيح، فقرر خبراء تابعين لشركة مايكروسوفت إظهار الاستخدامات المفيدة لهذا الزر. فبحسب هؤلاء الخبراء، توجد في لوحة المفاتيح أزرار غير معروفة للكثير من المستخدمين، وإذا تمكنوا من استعمالها بالشكل الصحيح سيسهل عليهم القيام بالكثير من المهام، كما سيساهم ذلك بتوفير الوقت عليهم بشكل ملحوظ. وأحد أهم هذه الأزرار الذي يجهل الناس فوائدها هو زر ويندوز. وعن كيفية استغلال هذا الزر بالشكل الصحيح، أوضح الخبراء فيما يلي طريقة استخدام هذا الزر للاستفادة منه جيدا. أولا، بالضغط على زر ويندوز بالإضافة إلى حرف الدي يؤدي للعودة إلى سطح المكتب مباشرة، بالإضافة إلى حرف الإي الدخول مباشرة إلى ماي كمبيوتر، بالإضافة إلى حرف الإف فتح البحث بشكل مباشر بدون استخدام فأرة الكمبيوتر، بالإضافة إلى حرف ال إقفال شاشة الحاسوب، بالإضافة إلى حرف M إغلاق كل النوافذ المستخدمة على سطح المكتب، بالإضافة إلى حرف B تبديل طريقة تشغيل شاشة العرض الإضافية، بالإضافة إلى حرف R فتح نافذة التشغيل، بالإضافة إلى حرف T تفعيل شريط المهام، بالإضافة إلى حرف U تظهر على الشاشة قائمة المهام أو Setting، بالإضافة إلى حرف X تظهر قائمة برامج الهاتف على ويندوز 7، أما على ويندوز 8 تظهر على الشاشة قائمة ابدأ، بالإضافة إلى حرف F1 تظهر قائمة Help أو Support، بالإضافة إلى السهم لأعلى تتوسع النافذة المفتوحة لكامل مساحة الشاشة والعكس صحيح مع السهم إلى أسفل، بالإضافة إلى السهم الأيمن أو الأيسر تتحرك النافذة المفتوحة إلى اليسار أو اليمين، بالإضافة لحرف Shift زائد السهم الأيمن أو الأيسر نقل النافذة المفتوحة من شاشة إلى أخرى، بالإضافة إلى حرف B إيقاف عمل لوحة المفاتيح ومنع الأزرار من الكتابة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، كما يمكنك مشاهدة المزيد من الفيديوهات المتنوعة من خلال الضغط على رابط القناة.